انت رحت لموانئ ابو ظبي، شنو معناها؟ وموانئ ابو ظبي راح وياها العوائد والاجور تحددها موانئ ابو ظبي. هاي شلون يعني؟ اي هاي بعد. لا لا بس وضح ليها، لا مو تحددي. يعني عوائد واجور اني اداره الموانئ تديرها ابو ظبي، تجي تدير ميناء الفاو. ميناء ابو ظبي يدير ميناء الفاو؟ ميناء العراق العفو، ميناء ابو ظبي يدير ميناء الفاو. لا لا سياده النائب وقف لي. اي. يعني ما تنعقل. يعني ميناء مال دولة ثانية يجي يدير لي مينائي؟ وهو منافس إلي وبتشغيلي يموت ميناءه. إيه؟ بتشغيل ميناء الفاو بالشكل الصحيح يموت ميناءه. ولكن هي الخطوة الإضحوك على الشعب العراقي. ليش؟ لأن يعني يدرون؟ يدرون إن هاي الدورة النيابية الخامسة راح تنتهي. راح تنتهي وما ينتهي مضيهم باتجاه التعاقدات ومشروعهم. مشروعهم الابدي. لا لا بس هذا باتفاق يعني. تعال يا ميناء ابو ظبي تعال دير لي ميناء الفاو. اي هذا اللي عقد بتعاقدوا هذا إياه. راح يسووا دراسه جدوى ودزوا وفد لي غادي الى ابو ظبي وقعد الوفد بابو ظبي وعلى اساس ان يتشاركون 50 سنه بعد الامر ثم العوائد والاجور ذن الارباح وما اعرف ايش وهذه ذن العوائد المردودات الماليه تحددها منية تحددها شركة موانئ أبو ظبي.